السلام عليكم واهلا بكم معنا النهارده. تدريبات مهمه من كتاب السبجكت بوك وكتاب الورك بوك، كتاب الطالب وكتاب التدريبات على منهج تانيه اعدادي الترم الاول. التدريبات من كتاب المعاصر A Week is Enough صفحه 41 41. تدريبات على السؤال الرابع والسؤال الخامس، سؤال الاختياري وسؤال التصحيح. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصلوكم كل جديد، وكمان هسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو قائمة تشغيل فيها سلسلة امتحانات المحافظات وكمان امتحان End of Term Practice. ونبدأ مع بعض. My mom always not my breakfast. أمي دايما بتعمل لي فطاري، يبقى makes. When they open the curtains، لما هما بيفتحوا الستائر. There is always lots of not in the room، يوجد الكثير من ضوء الشمس في الحجرة أكيد. Their new house، بيتهم الجديد. Is in the country near a not line، يبقى railway line يعني بالقرب من السكة الحديد. A knot is a place where people go when they do something wrong، مكان الناس بيروحوا لما يعملوا شيء خطأ، يبقى prison السجن. The knot are people without enough money to live on، ناس معهاش فلوس كفاية تعيش، يبقى poor يعني الفقراء. Unit 2 Street food sellers put their food not in the best places in the city، يبقى stall. البائع المتجولين بيحطوا طعامهم او كشك الطعام او المكان اللي بيبيعوا فيه في افضل مكان فين في المدينه، اسمه ايه؟ فود ستول. فود ايه؟ ستول. It's not to get worried or feel sad sometimes. It's normal. يعني من الطبيعي ان انت تقلق او تشعر بالحزن احيانا، اكيد ما ينفعش unusual غير عادي او abnormal غير طبيعي او strange غريب، والثلاثه هنا بمعنى قريب من بعض يبقى نختار normal على طول. A أو an is a boy or girl aged 13 to 19، التينيجر المراهق ولد أو بنت من 13 ل 19 سنة. Well done ياسر، أحسنت يا ياسر. That's great news، أخبار عظيمة. We need a computer engineer، محتاجين مهندس كمبيوتر. To not our computer to repair، عشان نصلح الكمبيوتر بتاعنا. صفحة 42 42. A terrible event، حدث فظيع. Such as an earthquake، مثل الزلزال. is a disaster، كارثة. a أو an not is someone who works for no money، يبقى الفولنتير شخص بيشتغل بدون مال. المتطوع. the ancient Egyptian doctors، الأطباء المصريين القدماء. نقط داون their ideas، يبقى wrote down. write down يدون، طيب wrote down دون أو كتب. their ideas أفكارهم، كتبوا أفكارهم. a not knows how to look inside the body to help people who are ill، السيرجن على طول الجراح بيعرف ازاي ينظر الى داخل الجسم لكي يساعد الناس المرضى. ما ينفعش البيكر الخباز ولا البايلوت قائد الطائرة ولا تتشاي المدرس. then what taking air and helps us to breathe، مين اللي بيستنشق الهواء وبيساعدنا ان نتنفس، يبقى اكيد لانجز الرئتين. ما ينفعش برينز المخ ولا هارتس القلب ولا ليجز السقان الرجل. Unit 4 Petra in Jordan نقط to around 300 BCE، تعود إلى حوالي 300 قبل الميلاد، يبقى dates 2 dates 2. It is important، من المهم. to learn about، أن نتعلم عن نقط place، عن الأماكن التاريخية، يبقى historic. ما ينفعش funny أي مضحكة، history تاريخ، historian مؤرخ، هي historic place. نتعلم على أو نتعرف على الأماكن التاريخية around the world، حول العالم. and what is a pot used for holding flowers، حاجة بنستخدموها للورد، vase أكيد. people made نقط with clay from the river Nile، يبقى pots، عملوا أواني من الفخار من الطمي اللي جاي من نهر النيل. You should walk carefully، يعني ينبغي أن تمشي بحرص. and flow، وأن تتبع the signs، الإشارات أو اللافتات. a not is like an online diary، اللي هي البلوج على طول، يوميات على الإنترنت. my parents not money to a charity which helps disabled people، يبقى دونيت تبرع والدي بالنقود إلى مؤسسة خيرية التي تساعد ذوي الاحتياجات الخاصة. ونكمل صفحة 43.
43 من كتاب المعاصر A Week is Enough. نقط means something is happening without a plan، معناه شيء بيحصل بدون خطة، يبقى random، عشوائي. I نقط that is it's important for famous people to donate money، يبقى I agree، أنا بتفق إن من المهم إن المشهورين يتبرعوا بالفلوس، أكيد لازم يتبرعوا بالفلوس. The building is very tall، المبنى طويل. But we can go to the top in the lift، ممكن نطلع لفوق عن طريق الأسانسير. The volunteers، المتطوعين، want to make the river، أكيد كلين، عايزين النهر أنضف. The not is a building where you can pray، بتصلي فيه. Mosque، يبقى الموسك المسجد معاه pray يصلي. A not is a long area، منطقة طويلة، of water made for ships، معمولة للسفن، or boats، أو حتى القوارب، canal، القناة المائية. We need more rain، محتاجين الكثير من المطر، or there might be a drought، وإلا هيكون في جفاف. I work for a charity، أنا بشتغل لدى مؤسسة. Which not after sick animals، look after أو looks after، تعتني بالمرضى. النوع الثاني من الأسئلة، أسئلة برضو اختياري، بس على إيه؟ على الجرامر، على structures. Choose the correct answer from A, B, C or D. Unit 1، نقط مريم listen to music on the bus. Yes she does، يبقى does مريم على طول، هل في المضارع البسيط والإجابة فيها does. I not get up early at the weekends to have enough sleep، أنا عمري ما بصحى بدري في أوقات الأجازات أو عطلات نهاية الأسبوع عشان أحصل على نوم كفاية، يبقى never، لازم أقرأ السؤال ده كويس وأفهم المعنى. always لو أنا بصحى بدري مثلا في أيام الدراسة، لكن never في أيام الأجازة، ما بصحاش بدري. نقط do you live، I live in Tanta، يبقى where، أين تعيش في طنطا. she gets up early، هي صحيت بدري. and has، ليه مستر has؟ عشان ده مضارع بسيط، معيوش وقت بحط الفعل اس أو بحط has، بحط ايه؟ has. shall we والمصدر، shall we والمصدر للاقتراح، shall we go to the beach tomorrow، ايه رأيكم نروح للشاطئ غدا، shall we والمصدر. ونكمل صفحة 44 why is كمال نقط his food stall at this place، يبقى باركينج، ليه كمال بيركن كشك الطعام بتاعه في هذه الحديقة. هنا am with are فعل ثم ing في المضارع المستمر. how often، كم مرة، do you نقط dinner، do you والمصدر، do you والمصدر، يبقى do you make على طول. سامي نقط sign language at school now، now دي مضارع مستمر بيكون من am او اذا are والفعل مضاف له ing، يبقى is learning. the children are singing، الاطفال بيغنوا loudly، عايز حال بصوت عالي، in the playground، في الملعب. the cat is sitting in the sun lazily، برضو عايز حال. unit 3، مجدي stopped most of his work as a surgeon، يعني توقف معظم عمله كجراح. A long time، أكيد أجو، منذ مدة طويلة. Where did your parents، where did، فاعل ثم المصدر على طول، مدو أو does أو did فاعل ثم المصدر. In 2016، في 2016 a shark attacked عمر، في قرش هاجم عمر. And he lost، عشان ماضي بسيط attacked ولوست. What did you used to، used to بيجروها المصدر learn. When ياسر زمام was a child، لما كانت أم ياسر طفلة، she used to، اعتاد أن تعزف على البيانو every day. الوحدة الرابعة، in a museum، في المتحف. you not touch the objects، you mustn't، لا يجب أن تلمس الأشياء. while، قاعدة while بينما، ماضي مستمر، ماضي بسيط. while we، بحط بعد الفعل was a where were I ing، طب هنا we بيجي معها where، طب ليه مش was، عشان was مع I was، he was، she was، it was، لكن we were، you were، they were. it is a long walk to the temple، مسافة طويلة أو تمشية طويلة للمعبد. so you not or listen carefully، يبقى so you must، يعني يجب أن تستمعوا بعناية أو بحرص. صفحة 45 as، قلنا as أو while أو just as، التلاتة بمعنى بينما، while أو as أو just as، ممكن يجوا لهم ماضي مستمر، ماضي بسيط، لو حاجة كانت بتحصل وحاجة قطعتها. As كريم was taking a photos of the animals، وكريم بياخد أو بيلتقط صور الحيوانات، هو فقد تليفونه، يبقى lost على طول، ماضي بسيط. I put my bag on the floor، أنا حطيت شنطتي على الأرض. while حط ماضي مستمر، while I was taking a photo، وأنا بلتقط إيه؟ صورة. unit 5، when you get on the bus، لما تركب الأتوبيس، you not buy a ticket، يبقى you، طبعا أنت مضطر، يبقى you have to، ينفعش has to عشان بتيجي معاه you she و it، طب يو بيجي معها have to و I
have to, we have to, they have to. طبعا mustn't و don't have to ممنوع تشتري تذكرة ما ينفعش. don't have to مش مضطر، لا يبقى you have to. do you have to بيجي وها المصدر يبقى walk. the tourists السياح عاقل ولا غير عاقل؟ هذول السياح اللي بيزوروا مصر دايما بيحبوا المعابد التاريخية، يبقى هو للعاقل. which الغير عاقل، where للمكان، when للوقت، ده ضمائر الوصل. you not run if your legs hurt، يبقى you shouldn't run، ما تجريش لو رجلك بتوجعك. the market is a place، the market يعني ايه السوق، is a place هو مكان. not I often get lost، اللي انا بتوه فيه، تبقى where. طب هل يا مستر ما ينفعش which؟ بختار which لما اقول in which او which in، يعني مع حرف جر in او at. اوكي يبقى هنا where. او مثلا اقول المكان ده، قلت المكان اللي تمنه كذا، الشقه اللي تمنها، يبقى انا بقول معلومه عنها فاقول which. لكن المكان اللي انا بتوه فيه، اللي بلعب فيه، اللي باكل فيه، الفندق اللي بنام فيه، اقول where عادي. the river Nile is not polluted than، يبقى more polluted than، هو اكثر تلويثا، it is before من قبل، مقارنه بين اتنين في الصفة ايه الطويلة. ماونت كاثرين is a not mountain than than، يبقى higher، هنا مقارنة بين اتنين في الصفة القصيرة. هنا حط more than في الصفة الطويلة، هنا ar than في الصفة القصيرة. استراليا is not as صفة as بدون اضافات، يبقى as hot as، as hot as. many fish كثير من السمك، ده مبني للمجهول، يبقى are caught يتم اصطيادها. طب ايه هو المبني المجهول في المضارع البسيط؟ بحط ام ويز ار والتصريف التالت، بمعنى الكثير من السمك يتم اصطياده في البحر بالقرب من بورسعيد. only green energy فقط الطاقة النظيفة، from the sun من الشمس، and wind والرياح يتم استخدامها، يبقى ده مبني المجهول، يبقى is used، is a used at the hotel، بيتم استخدامها فين؟ في الفندق. ونحل مع بعض صفحة 46 تدريب على السؤال الخامس، مهم جدا والسؤال عليه درجة. مريم get up at 6:30، يبقى gets مضارع بسيط. I get usually up late at the weekends، لا أقول I usually get، ليه يا مستر usually get؟ عشان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الأصلي، فيجوالي قبل get ويجي بعد verb to be. the family not have water in the house، عايز أقول عيلتي ما عندهاش مية في البيت، يبقى don't have، don't have. وهنا عاملنا ذا فاميلي كجمع، قصدي افراد العائله، فقلنا مثلا زي دونت هاف. طب هل ينفع العائله تعامل معامله المفرد كايت؟ اه، لما بقارن عائله بعائله تانية، فكنا قلنا ذا فاميلي دازنت هاف، لكن هنا يفضل ذا فاميلي دونت هاف، عيلتي واشخاص عيلتي ما عندهمش ميه فين؟ في البيت. يونت 2 مستر احمد سبيكس انجلش ويل على طول، عايز حال، بيتكلم انجليزي بصوره جيده. باسل از كمبيوتر انجينير، هو مهندس كمبيوتر. he usually repairs، repairs بحط الفعل اس او اس او اي اس في المضارع البسيط. it is important to drive carefully، من المهم اللي انت تسوق بايه؟ بحرص، عايز حال. الوحده الثالثه they didn't used to have، didn't used to والمصدر. I started preparatory school 3 years ago، بداتها من 3 سنين، ما ينفعش yesterday. he met aunt ريم when he was 20، هنا وين؟ بمعنى عندما. قلنا قالت عندما ماضي بسيط ماضي مستمر، او ماضي بسيط ماضي بسيط، على حسب معنى الجمله. طب الافضل ايه هنا؟ الافضل ميت، احطها في الماضي البسيط. طب ليه مش الماضي المستمر يا مستر؟ كنا حطينا ووز ميتنج. هقول هنا هو عنده 20 سنه قابل عمته مثلا ريم. هل مقابله العمه قطعت السن بتاعه؟ لا، اصل فكره وين بسيط مستمر، يعني عندما النور قطع انا كنت بذاكر، فقطعت النور وقفت المذاكره، لكن هنا مفيش حاجه وقفت حاجه، فالاثنين في الماضي البسيط يفضل. يو نقط ران ان ذا ميوزيم، يبقى يو ماسنت، لا يجب ان تجري فين؟ في المتحف. اس كريم، هنا اس بمعنى بينما، ماضي مستمر ماضي بسيط. ووز تيكينج، وكريم بيلتقط صور الحيوانات، هو فقد تليفونه، ماشي؟ طبعا هي هي لوست، في خطا هنا مش لاست، هي لوست، هو فقط تليفونه. ده ماشي نحط مستمر بسيط، ليه نحط مستمر بسيط؟ عشان هو بيصور التليفون وقع، فالتصوير وقف، يبقى التليفون لما وقع منع ان هو يكمل التصوير. We were looking around the museum، كنا بنتمشى حول المتحف. when امير finds، تبقى found، وجد some tall door، يعني باب طويل، باب هنا وين بسيط مستمر. it's holiday today، الجو اجازه النهارده، او الدنيا اجازه النهارده.
we not go to school يبقى we don't have، احنا مش مضطرين. we don't ايه have. you should بيجي هو المصدر، يبقى start ينبغي ان تبدأ. running short distances تبدأ من المسافات الطويلة ولا القصيرة، تجري المسافات القصيرة. مستر صبري is the teacher who للعاقل اللي علم اختي. واحدة الستة a train القطر is not as fast as، as صفة as، as صفة as. يبقى للمقارنة بين اتنين بحط as، صفة بدون إضافات as. okay the north hotel الفندق الشمالي is located، لا is located am with are we got shifted، يقع on a lovely beach على شاطئ جميل. figs are not delicious as chocolate يبقى as delicious as، as delicious as يعني في نفس طعامة الشوكولاتة. وكده يبقى حلنا السؤال الرابع والخامس في الامتحان، تدريبات من كتاب الورك بوك وستودنت بوك مجمعة في كتاب المعاصر A Week is Enough من صفحة 41 لصفحة 46. إن شاء الله هننزل مجموعة من المحافظات مهمة جدا، مراجعات المعاصر النهائية، وهسيب لكم في صندوق الوصف أسفل الفيديو قائمة تشغيل فيها امتحانات المحافظات. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد وفي معلومة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.